صلى عليك الله يا خير الورى، صلى عليك الله يا علم الهدى، خير الهدي هدي محمد سيد الخلق، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هدي المصطفى النبي المجتبى والرحمة المهدى من رب العالمين. صلى عليك الله يا خير الورى، صلى عليك الله يا علم الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، حياكم الله أخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامج هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لازلنا في التنبيهات، يعني ننبه الأخوة الأخوات المربين والمربيات من آباء وأمهات ومدرسين ومدرسات. في هذه الحلقة أود أن أنبه خطأ كبير، وهو المن. المن كبير من كبائر الذنوب، وقال الله سبحانه وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. شو المعنات؟ يعني أن الواحد يتمنن على عياله، وهذا للأسف كثير ما يحدث. أن شلون مثلا أنا أجيب الأكل، الطعام والشراب، أشتري لهم أغراض المدرسة وملابسهم، أشتري لهم مثلا الآيباد والكمبيوتر، وبعدين أتمنن عليهم. أنت هذا الأكل قام تأكله، من جايب لك؟ أنا أبوك اللي جايب لك هالأكل، أنا أمك اللي شاريت لك هالملابس، وأنت من غيري. هذا الأمر لا يجوز، أن الإنسان يمن على أهله أو على غيرهم. احتسب ما تشتري لأولادك من الصدقة، بل هذه أعظم صدقة وأعظم النفقة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اللي هو الإنسان يتصدق، ينفق في الفقراء، ينفق في كذا في كذا، فأعظم ما ينفق أن يكون في أهله. يعني أنت لما تروح الجمعية وتشتري الأغراض، الأكل والشرب حق عيالك، احتسبه من باب الصدقة. يعني تخيل أنت تنفق على أولادك وتؤجر، لكن تحتاج إلى النية الصادقة. أنت تشتري الحاجيات لأهلك تؤجر على ذلك. تخيل أنا أروح أدش الجمعية وأدفع 10 و20 و30 أكثر وأقل، ولي حسنات، لكن شنو؟ لازم تحتسب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى ما تضع في في امرأتك. يعني أنت كرجل كزوج، الأشياء اللي تشتريها وتطعم فيها الزوجة والأولاد تؤجر عليها. إذن ما الذي علينا أن نفعل؟ لا تمن على أولادك. حتى التربويون يذكرون أمرا خطيرا يترتب على المن. شنو هو؟ أن الولد يبرمج نفسه، البنت تبرمج نفسها: أنا لما أخذ الأشياء اللي أبوي شراها، بعدين أبوي يذكرها أن أنا يا ولد شريت لك وحطيت لك وشلتك وقعدتك. فشنو يقول الولد؟ يقول: أنا ليش أطلب من أبوي؟ ليش أخذ من أبوي فلوس؟ أروح أخذ فلوس من زميلي، رفيجي يحط، أنا أعرف وين رفيجي يحط الفلوس وأخذهم منه. طبعا شنو هذه؟ سرقة. وهذا الأمر خطير جدا. ومن المتسبب في هذا الأمر؟ الأب. أنت يا أب لما تمن على أولادك يؤدي أو قد يؤدي إلى السرقة، فنحذر من هذا الخلق الذميم. طبعا أنا قبل أفكر أن الولد راح يسرق في المستقبل أو قد يسرق، تذكر أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، أن الإنسان يمن. وكذلك الأمر الخطير أن المن يبطل الصدقة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أنت لما تتصدق على الفقراء أو تصدق على أهلك وتذكر هذه الصدقة، يعني تتمنن عليهم، تبطل الأجر، راح أجرك، حسافة، حسافة على التعب هذا اللي راح. لا تربي أولادك بطريقة المن.
اعمل الخير ولا تذكره، والأجر ثابت عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من التنبيهات اللي هي كثرة اللوم على كل صغيرة وكبيرة، نلوم ونكثر هذا اللوم. طيب شو اللي راح يحصل العيال من هذا اللوم؟ يعني راح يتحسنون؟ راح يتطورون؟ ما قام احنا نشوف اي تطور اي تحسن. إذن لماذا تكرر هذا الخطأ، هذا الأسلوب التربوي الخاطئ؟ فنقول لا تكثر اللوم على أولادك. فلم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كثرة اللوم. شنو معناته أن أنا لوم الواحد مرة ومرتين ثلاث وأذكر بهذا اللوم؟ يعني شلون؟ يعني الولد سوى خطأ، خلينا نقول كسر له شيء، وقد يكون بغير عمد، فألومه أنت ليش تكسره؟ وإحنا هذا شارين مبلغ الفلاني، وهذا بسبب تقصيرك، أنت ما فتحت عيونك عدل. خلاص أنت الحين لمت الولد، ومثل ما نقول إحنا زفيته. تي عقب أسبوع وتلومه على الفعل اللي صار، هذا ليس يعني طريق تربوي صحيح. ما له داعي هذا اللوم، ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يلوم بهذا الشكل. طيب قد يكون في تأنيب، إحنا ما نقول إن أبداً إحنا ما نعاتب ولا شيء، لا يكون في عتاب، لكن لابد من تقدير السن. أنا معقول أعاتب الولد اللي عمره 6 سنين على خطأ بغير قصد ولا يدرك هو هذه الأشياء؟ إذن نحاول أن نبتعد عن كثرة اللوم، عن كثرة اللوم. إحنا نقول يمكن إحنا نعاتب، لكن يكون بلطف وبحب وبحنان. كذلك من الأمور التي ينبه عليها أن كثير من الأوامر من اللي صادرة من الأب، من الأم، من المدرس، من المربين غير معللة. يعني أنا أقول حق الولد سو لا تسوي، زين ليش؟ الواحد يقول مو لازم يفهم، خلاص أنا أبوه يسمع كلامي. صح أنت أبوه، أنت الأم، جزاكم الله خير، لكن أنتوا تبون تعطون الأوامر بس ولا تبون الأولاد يطبقون؟ لا والله أنا بالأولاد يطبقون. إذا تبين يطبقون حاول تعلم لهم. يعني على سبيل المثال، لما تقول حق الولد فرش أسنانك قبل لا تنام، وفرش أسنانك مثلا لما تصحى من النوم، أو فرش أسنانك مرتين في اليوم، هذا أمر لما تعللها راح يساعد. فرش أسنانك على الأقل باليوم مرتين عشان تحافظ على نظافة الأسنان، عشان ما تسوس أسنانك وبعدين نضطر نوديك حق الطبيب ويعالجونك ويعطونك إبرة وغيرها من العلاجات وفيها ألم. فأنا الحين لما أعطي الأمر وأقول له التعليل، هذا راح يكون أدعى أن يطبق. فالحين الولد يربط، يقول أنا إذا فرشت أسناني معناته راح أحافظ على نظافتهم، معناته ما راح يسوسون، معناته ما راح أروح الطبيب. يكون عنده فهم لهذه الأوامر. فأنا أقول له أو أقول لها الولد البنت صلوا، اللي يصلي الله سبحانه وتعالى يحبه. طيب اللي مثلا نقول لا تشذب، اللي ما يشذب الله سبحانه وتعالى يحبه، أو اللي يشذب ترى الله ما يحب الكذب. فأعطي التعليلات. طبعا إحنا كبشر ما نقدر نعطي لكل الأوامر التعليلات، إحنا ما نعلم كل شيء، الله سبحانه وتعالى كل شيء، لكن احنا قدر الامكان اذا كان في تعليلات طبعا حنكون متاكدين منها، قد جاءت في القران، قد جاءت في هدي النبي عليه الصلاه والسلام نذكرها، او مثلا ذكرها الاطباء، ذكرها العلماء وهي مؤكده نذكرها. ما نبي احنا طبعا نالف لا انت سوي هالشيء عشان ما يصير هالشيء. طيب او طبعا البعض يخرع عياله باشياء وهميه، انت اذا ما سويت هالشيء او اذا ما دشيت البيت بالوقت الفلاني يطلع لك الشيء الفلاني، ونخلي الولد يعيش في أوهام وفي يعني خرافات ما لها أول ولا ما لها تالي. لا، احنا نعطي الأوامر والنواهي ونعللها. شنو الهدف؟ الهدف المصلحة، الهدف أنهم يطبقون. فهكذا النفس البشرية لما تعرف العلة هذا يكون أدعى أنهم يطبقون. هو صح يمكن يطبق، لكن لما أعلله هذا يكون أدعى. أيضا من التنبيهات اللي ودنا ننبه عليها الابتعاد عن العنف في التربية. ابتعد عن العنف، يعني مثلا أن تمسك الولد بشدة تعال، ولا أمسك بإيدك اليمين لا، نبتعد عن العنف.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فشنو هو اللي عكس الرفق؟ العنف. طيب، فإذا كنت تريد النتائج الجميلة فعليك بالرفق. وحط في بالك أن ترى الله سبحانه وتعالى راح يعطيك على الرفق ما لا يعطي على غيره. يعني في ناس يقول لا أنا لازم أصرخ ولازم أشد ولازم أطق عشان تصير نتائج حلوة، أما أنا إذا كلمتهم باللطف وبالحنان لا ما في نتيجة. لا، كلامك غير صحيح، بل يعطي الله سبحانه وتعالى على الرفق ما لا يعطي على غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرفق، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادكم وأن يجمعنا مع أولادنا في الفردوس. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى عليك الله يا خير الورى، صلى عليك الله يا علم الهدى، خير الهدي هدي محمد سيد الخلق، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هدي المصطفى النبي المجتبى والرحمة المهدى من رب العالمين. صلى عليك الله يا خير الورى، صلى عليك الله.